وهذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان هي أصل أحوال القلوب وما تعلق بها من الرقائق والسلوك، وهي قسيمة الإسلام والإيمان في حديث جبريل الطويل، ففيه أن مراتب الدين ثلاث هي الإسلام والإيمان والإحسان. ومع جلالة هذه المرتبة فإن العناية بها ضعيفة في الخلق، فالكلام فيما يتعلق بها من الأحوال والآفات والعوارض قليل جدا، فمع شدة الحاجة إليها وأن النفس لا تستقيم إلا بملاحظة الإحسان، فتجد عناية الخلق بالإحسان طلبا وتحليا وتحققا وعملا قليلة، حتى صار ظاهرا في الناس ضعف علمهم بأبواب الرقائق والسلوك، بل إهمال ذلك، بل نسبة هذه العناية إلى غير طريقة أهل السنة والجماعة، مع أن أصول هذه العلوم هي علوم أهل السنة والجماعة. فالكتب التي صنفها أئمة الهدى باسم الزهد، كالزهد لأحمد أو لأبي داود أو لوكيع بن الجراح أو لهناد بن السري أو غيرها من الكتب، أو تفاصيل جملها ككتب ابن أبي الدنيا وغيره، هي حقيقة ما تنبغي العناية به، لكن الضعف في هذا الأمر قديم واستمر إلى هذا اليوم، حتى أن المرأة إذا أراد أن يقرر هذه المعاني في دروس علمية عد بعض الناس أن هذا من الاشتغال بما غيره أولى، فعوض أن تذهب إلى درس فيه شرح نونية ابن القيم لا تحتاج إلى هذا، فإن هذه المعاني تعرف من غير حاجة إلى حقائقها، وهذا من الجهل البين، فإن مقامات الأحوال وما يتعلق بها من الرقائق والسلوك من أعظم العلم الذي يحتاجه الناس، وكثر الفساد فيهم بسبب ضعف هذا العلم فيهم، وهو علم الإحسان. فعلم الإحسان بفروعه وفصوله وما تعلق به صار ضعيفا في الناس، فنشأ فيهم من الموبقات والمهلكات ما يقطعهم عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طالب العلم ينبغي أن يعتني بهذا وأن يكثر النظر فيه وأن يقرأ في كتب السلف التي صنفوها مما سمينا، ويتفهم في ذلك ويستعين بما صنف فيه جماعة من محققي أهل السنة كابن تيمية وابن القيم وأبي الفرج بن رجب رحمهم الله.